احنا بلد منتجه للملح عندنا اكتفاء ذاتي من الملح بننتج سنويا حسب بيان المركزي للاحصاء حوالي 3 مليون و400 الف طن الحمد لله بنحتل المركز 16 على مستوى العالم في انتاج القمح ما بين 62 دوله عمرنا لا كان عندنا مشكله في الملح ولا كان عندنا زياده في سعر الملح عندنا شركات الحكومه بتستحوذ على 80% من ملاحات الجمهوريه اللي موجوده في اللي موجوده في اسكندريه وكفر الشيخ والبحيره ومطروح جنوب سيناء بورسعيد دي والاسماعيليه ايضا دي الاماكن اللي موجود فيها ملاحات عندنا شركتين هم الشركه الـ 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 شركه النصر ودي احدى شركات وزاره قطاع الأعمال ودي بتستحوذ على ملاحه سبيكه اللي موجوده في سيناء بمساحه 27 كيلو متر وملاحه برج العرب بمساحه ايضا 27 كيلو متر عندنا شركه المكس سابقا اتغير اسمها دلوقتي ودي بتستحوذ على ملاحه الماكس واللي تعتبر واحده من اكبر الملاحات في البلد 34 كيلو متر مربع بالاضافه لملاحه بور فؤاد بمساحه 7 كيلو متر مربع 20% من الملاحات الصغيره بتستحوذ عليهم القطاع الخاص بقول لحضراتكم ليه هذا الخبر او هذه المعلومات لان في اخبار بدات تنتشر خلال الكام يوم اللي فاتوا عن ضبط ملح مغشوش او ملح غير قابل للاستخدام الادمي الملح عندنا نوعين اما الملح الجبلي اللي بيطلع من الجبل وبيبقى عباره عن صخور وبتتفرم وليله كبيره جدا او الملح البحري اللي احنا الحمد لله عندنا فيه وفره وعندنا بنصدر واحده من الدول اللي بتصدر لكتير جدا في بلدنا لكن الملح المغشوش ده بقى اللي معمول من مواد كيميائيه ده اللي جديد في بلدنا وقال لك في كفر الشيخ امس او يوم 10 ابريل بداخله 90 طن ضبط مخزن ملح فاسد يهدد سلامه المستهلك في كفر الشيخ. المعاينه المبدئيه للملح قالت ان ده لا ينتمي للملح الصخري او الجبلي ولا ينتمي للملح البحري وانما ناتج عن تفاعلات كيميائيه بالاضافه لإضافة بعض المواد المبيضة والجير ومواد ضارة جدا للاستهلاك الآدمي 90 طن في مخزن واحد في محافظة كفر الشيخ الأسبوع اللي فات تم ضبط مخزن أيضا في محافظة الدهلية من ثلاث شهور كان في مخزن في اسكندريه من السنه اللي فاتت محافظه الجيزه لوحدها اتضبط فيها اربع مخازن بتروج لهذه النوعيه من الملح السؤال اللي بنساله احنا ليه بدا ينتشر هذه النوعيه من الملح المغشوش لان الحكومه لم تهتم بالملح الحقيقي بدات ترفع سعره بدات تبوظ الملاحات ما تهتمش بعمال الملاحات الخبر بيقول لك ملاحات مصر ثروات هائله وموارد محدوده رئيس الشركه الارض قال ان الباب مفتوح للشراكه مع المستثمرين مبيعات الماكس وفؤ... وبور فؤاد لوحدها بتتجاوز واحد وواحد من عشرة مليون طن إعادة تشغيل سبيكة وتطوير كبير في برج العرب ده كلام السادة المسؤولين في البلد لكن الحقيقة ملاحات اسكندرية لا سيما ملاحة برج العرب ملاحة الماكس بالاضافة لبعض الملاحات الصغيرة للاسف اصبحت ضارة جدا بالصحة وبتهدد حياة المواطن. مش بس الملح المزيف اللي خطر على صحة المواطن الملح البحري اللي كان بيتقال عليه نمرة واحد اللي جاي من اسكندرية أصبح خطر حسب هذا الخبر بيقول لك ملاحات اسكندرية ملوثة بغبار الأسمنت يا ريت غبار الأسمنت بس ده في كمان تسرب نفطي لملحات اسكندرية بسبب المخلفات الصناعية ده في كمان مواد مشعة بتوصل للملح والخبر الصادم بالنسبة لي إن 75% من الملح ملح الطعام المصري بيصنع من مياه مشبعه بالصرف الصحي والصناعي، ده بعد ما اصبحت بحيره مريوط واحده من كبريات البحيرات الطبيعيه في بلدنا، واحد مصادر الملح الطبيعي في بلدنا، اصبحت مكان لكب الصرف الصحي في محافظه اسكندريه، بسبب فشل منظومه الصرف الصحي واهمال الساده المسؤولين، فبقى 75% من الملح اللي حضرتك بتاكله، اللي حضرتك بتشتريه، اللي هو كان ارخص حاجه في السوبر ماركت مصاب بالصرف الصحي والمواد الخطره والصرف الصناعي والبلا الازرق بسبب اهمال الحكومه، الخبر ايضا بيقول لك الملح المصري ازمه جديده على طاوله الحكومه من 2018 للان، حكومه مش عارفه تحل ازمه الملح، بدا مخزوننا يتناقص اي ملاحه عشان تبدا تدي انتاج محتاجه خمس سنين القطاع الخاص بيخاف يستثمر في الملاحات الحكومة محتكرة الملاحات وبتحول الصرف الصناعي والزراعي والصرف الصحي في الملاحات زي ما حاصل في المكس تعد كده بعربيتك من الماكس تشوف الملح موجود على يمينك والصرف الصحي موجود على شمالك والتلوث موجود جنب الملح لولا ساتر ربنا أهم كملين خبر بيقول لك اعتصام عمال المكس للملاحات احتجاجا على طرح الملاحة الرئيسية في المزاد العلني ده كان حصل قبل سنتين ثلاثة لما قررت الحكومة بيع الملاحة الرئيسية في المكس رغم أنها تعتبر منتج استراتيجي أنا عندي إنتاج من الملح اكتفاء ذاتي من الملح حتى الآن خايف بقى بكرة يبقى عندنا نقص من الملح ونستورد من بره خايف بكرة نضطر أن احنا نستعين بالملح الساخر الصخري او الجبلي اللي تكلفه انتاجه بتبقى عشر اضعاف تكلفه انتاج الملح البحري وكفاءته اقل من كفاءه الملح البحري ونقاؤه اقل من نقاء الملح البحري وبعد ما كنا بنصدر وبنجيب عمله صعبه تلاقي الحكومه بتستورد بكره او بعد بكره من تركيا او من قبرص او من اليونان او من اي دوله بتنتج الملح زي ما حصل كده في ملف السكر ملف الرز زي ما بيحصل دلوقتي في ملف الدواجن والفراخ والبيض واللحوم. الملاحات ملف خطير ومشروع او مجال خطير جدا، اتمنى الساده المسؤولين في البلد يهتموا بيه عشان ما نجيش في يوم من الايام نقول كان عندنا ملح وخلص زي ما كان عندنا سكر ورز وخلص.